حكاية حصلت اليومين اللي فاتوا. الكابتن إبراهيم نور الدين بدأ يتحدث إنه هيستقيل من منصبه كمدير فني للجنة الحكام. عرفنا إن كان في النهاردة اجتماع في اتحاد الكرة. الوضع إيه في اللحظة الحالية؟ الكابتن إبراهيم نور الدين وضعه إيه في لجنة الحكام؟ مستمر أم مصر على الاستقالة؟ نفهم منه هو شخصيا كابتن الكبير كابتن إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام. يا كابتن إبراهيم منور الدنيا. مساء الخير استاذ كريم، تحياتي ليك كل الساده المشاهدين. منور الدنيا يا كابتن ابراهيم. امبارح كان خبر الاستقاله اللي انت نشرته على الفيسبوك، النهارده كان في اجتماع في اتحاد الكوره، اشرح لنا الوضع في هذه اللحظه يا فندم. والله هو كان في طلب للصالح العام، لصالح العمل يعني، باضافه بعض الزملاء عشان خاطر الدوري هيستأنف. وطريقة العرض ما كانتش كانت غير كافية لأهمية إضافة الكابتن سعيد عبد الغفار والكابتن سعد مراد وكيفية إدارة المسابقات في التعيينات. ولازم في فترة سابقة كان التعيينات بتتم بشكل فردي في كل الحكم لوحده والمساعدين لوحدهم والفار لوحدهم، وبعد كده بيتجمعوا مع السيد المسؤول عن التعيينات وبدا يبلغ. وده اجراء يعني انا شايف ان يتم على الترابيزه في وجود الجميع، والجميع يتناقشوا في التعيينات افضل لخروج افضل كواليتي من الطاقم التحكيم، يبقى في توافق وتقارب في المستوى الفني افضل من كل حد يعين على انفراد يعني. ده اللي ما كانتش عاجبك. تم الاتفاق بالفعل ان احنا هنعدل الطريقه، ودي الطريقه ديت اللي ماشي كان ماشي بيها ماشيه بيها طول العمر الرموز بتاعتنا. وكانت ناجحه جدا، فاحنا عايزين يعني الشيء الناجح اللي كان بيتعمل نكرره. مش عايزين ابتكار في شيء يسبب لنا ازعاج او مشاكل يعني. ده اللي كان بيحصل الموسم اللي فات يا كابتن ابراهيم، الشكل اللي انت كنت معترض عليه ده اللي كان بيحصل الموسم اللي فات؟ كان بيحصل ان كابتن مجد رزق بيعين حكام الفار، والكابتن فاروق بيستقبل بلاد الحكام، وكابتن حمد القادر المساعدين. مش عايزين نقول ان هو خطا، لان من المفترض الطريقه دي لما يتم التعامل بيها بيتم التعامل بيها ان جميع الحكام مستوياتهم متقاربه لجميع المباريات. وخلينا متفقين ان احنا عندنا حكام كبيره كتير، لكن احنا عندنا حكام صاعدين شباب وعادين، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. فلازم يكون التواجد العناصر اللي موجوده مع الحكام الصاعده تنجح وخبراتهم زياده عشان يقدروا يتعاونوا ويقدروا ينقلوا خبراتهم للحكام الشباب اللي طالعه اللي هيعتمد عليهم الفترة الجاية بشكل كبير إن شاء الله. الجلسة النهاردة اللي كانت في اتحاد الكرة حصل فيها إيه مع أستاذ جمال علامة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة؟ والله إحنا يعني هو استفسر عن سبب الخلاف يعني أو سبب الاستقالة. محمد فاروق كان طالع بتصريح إن هو لما يرجع بالسوبر هذا اللجنة أو إضافة بعض الأشخاص هذه. وانا مسؤول عن المنظومه الفنيه، لازم العوامل المساعده اللي معايا فريق العمل اللي يكون موجود. يعني انا شفت ان يكون دم جديد افضل، لان في حاله احتقان شويه ما بين احد الزملاء اللي كانوا في اللجنه السابقه والحكام. واحنا مش عايزين يعني في الفتره ديت يبقى في احنا بنشتغل مع بعض وفي غضاضه ما بيننا وبين بعض. فانا شفت ان من الافضل تغيير الكابتن سعد مراد ان هو يجي يبقى مسؤول عن الفار، لما له من الخبرات كبيره، وهو بالمناسبه محاضر معتمد في الاتحاد الافريقي ومسؤول عن استخراج الرخص للحكام اللي بيشاركوا في المسابقات المباريات اللي بتتلعب في الفار. فانا شفت ان في التوقيت دوت وجوده هيبقى مناسب جدا لتهدئه الاوضاع ما بيننا، واحنا بنلم الشمل، مش عايزين نريح طبعا عشان يطلعوا افضل ما عندهم يعني. طيب، يعني انا فهمت من كده يا كابتن ابراهيم ان انت تراجعت عن الاستقاله.
هم رفضوا استقالتي ورفضوا استقاله محمد فاروق. يعني الكابتن محمد فاروق قدم استقالته النهارده بس عشان الراي العام يعرف الراجل ما رجعش كلامه ولا حاجه. هو بالفعل قدم استقالته وقالوا له استقالتك سببها ايه كذا. انت لما عرضت علينا وجود مجدي احنا فاهمين ان مجدي زي سيد ما نعرفش ان في حيثيات المفروض العرض يبقى بالشكل الفلاني وتوافقنا وتفاهمنا وتناقشنا والموضوع انتهى. وفي الاول وفي الاخر احنا الحمد لله ما فيش حد فينا بيطلب طلب شخصي ولا طلب مادي. احنا بنطلب طلبات لصالح العمل عشان خاطر احنا نقدر نعدي ونقدر ننجح. هل كان عشان خاطر احنا مفضل. احنا كابتن كريم دلوقتي ما كدبش عليك اتفضل احنا قاعدين دلوقتي كله محضر لنا الكارت بتاع الاجنبي الاجنبي الاجنبي. أيوة. بنعمل مجهود مضاعف عشان ما ندخلش حد اجانب. فعشان احنا ننجح توفروا لنا عوامل النجاح عشان ننجح زي ما كنتوا بتوفروا للاجنبي كل شيء. وفروا لنا كل شيء. كنتوا عايزين مدربين مدير فني للاجنبي في اتحاد الكوره لمنتخب مصر. جم الاجانب وجم المصريين. المصريين نجحوا كلنا بندعمهم كلنا وراهم الكابتن عصام حسن وكابتن ابراهيم حسن. احنا جبتوا لنا اجانب ادائهم يعني ممكن ما يكونش مرضي للراي العام للانديه. جبنا المصريين عايزين نساند المصريين ولما المصريين يبقى في حاله اخفاق ويبقى في حاله عدم رضا نفكر في اجنبي يجي الاجنبي مكان ابراهيم نور الدين يطور اداء الحكام مش يرقص اللجنه. يعني رئيس اللجنه ده لازم يبقى مصري عشان خاطر يبقى عارف كل شيء ويتابع كل شيء. ما تجيبش واحد اجنبي يشغل الناس عنده. انت الاجنبي اللي بتجيبه يشتغل تحت ايد انسان مصري يتابعه ويراجعه اللي بيعمله. مش هو يبقى صاحب القرار عليك فقط. ده يجي يبقى متواجد عشان يطور الاداء لو احنا ما قدرناش نطوره. عظيم جدا. ده كلام محترم جدا. كابتن ابراهيم اعلاميا وجماهيريا عشان برضو دي نقطه محتاجين نفهمها كويس. مين المسؤول الاول حاليا في لجنه الحكام المصريه؟ حضرتك ولا الكابتن محمد فاروق ولا انتوا الاثنين بتشتغلوا جنب بعض؟ لا هو الكابتن محمد فاروق قام بعمل رئيس اللجنه، نائب رئيس اللجنه السابقه وقام بعمل رئيس اللجنه حاليا وانا المدير الفني والدكتور عزب المدير الاداري للجنه. يعني هو مسؤول عن الاداريات وانا مسؤول عن كل الفنيات. بما يخص التعيينات هيتم التنسيق ما بيننا ان هيعملوا كابتن فاروق ماسك المحترفين والدوري الممتاز والدكتور عزب وسيد عبد الكابتن سيد عبد الغفار ماسك الدرجه القسم الثاني والقسم الثالث والكره النسائيه. هيعملوا اسم التعيينات اسمها مشروع التعيينات او المقترح للتعيينات وهنشيك عليه وان شاء الله الناس اللي واثق فيهم في خبراتهم ما يبقاش في اي ملاحظات. لو في ملاحظات هنبلغ بيها سواء الكابتن فاروق او الكابتن دكتور عزه والكابتن سعيد وهم ناس بتشتغل للصالح العام واكيد هيتفهموا وهيغيروا. الامور جماعيه. يعني احنا في الاول وفي الاخر احنا كلنا بندير وانا واحد من ضمن الناس اللي بدعم اي حد هيبقى موجود. وانا لا يعنيني منصب ولا يعنيني اكون صاحب قرار في شيء. يعنيني الشغل اللي يتعمل يكون صح وما ما يضيعش المجهود اللي انا بذله. طيب المجهود اللي حضرتك بتعمله ده راح للحكام كمستحقات وبدلات في الموسم الجديد هل ارتفعت ولا زي ما هي زي المواسم السابقه؟ لا الحقيقه احنا اتكلمنا مع المجلس والمجلس يعني طلب ان نرجع الكلام لمجلس اداره الاتحاد الجديد عشان مش عايزين يحطوهم في حرج عشان خاطر دي بتبقى ميزانيه وموارد ماليه ومحتاجه دراسه في حاجات اقتصاديه وحاجات يعني طبقا للظروف المتاحه دلوقتي. احنا مش عايزين طبعا الحكام ليها الحق طبعا وانا من واجبي ان انا اسعى على حقوق الحكام لكن زي ما قلت لحضرتك حاليا في التوقيت ده كل ما يعنينا الحكام قبل المسؤولين ان احنا نقف على ارض صلبه واحنا في مرحله بتاعت تو بي اور نوت تو بي. لا اما التحكيم يبقى مصري في مباراه الدوري والمسؤولين يبقوا مصريين دوت هيرجع لادائنا لا اما احنا اللي هنتسبب في الخروج حكام اجانب يحكموا المباريات الكبرى في الدوري وهتتسببوا ان المسؤولين المصريين يبعدوا ويجي لكم حكام مسؤولين اجانب يعني يتصرفوا معاكم بطريقه يعني ممكن تكون ما عجبتش بعض مننا. فالكره في ملعبك الانديه دعمت والدوله بجميعها تهزتها دعمت ومؤسساتها اتحاد الكره دعم الاعلام دعم. فانا دلوقتي مطلوب مني ان انا ادي. لو اديت هتضرب لي تعظيم سلام ما اديتش هتشكرني وهتشوف حد ينجح المنظومه وده حق اصيل للمسؤولين. صحيح. كابتن الكبير كابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام المصريه بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهاتفيه.